وعودة إلى الإجراءات التي تتخذها مصر لإدانة ممارسات إسرائيل أمام العدل الدولي، ينضم إلينا هاتفيا للتحليل الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي. دكتور أيمن، بعد التحية، إصرار مصري واضح على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة ممارسات إسرائيل أمام العدل الدولي، وفي فبراير الماضي كانت لمصر مرافعة تاريخية أمام المحكمة ذاتها. في رأيك مرافعة مصر المقبلة ماذا ستحمل من جديد؟ أهلا بكم. يعني أنا يهمني أوضح للمشاهدين والمشاهدات موضوع قانوني، مسألة قانونية مهمة بمكان، ولولا أهميتها لما كان التحرك المصري، وهي التدخل، المصطلح التدخل المصري في دعوى جنوب أفريقيا التي رفعتها العام المنصرم في ديسمبر 2023 ضد جنوب أفريقيا. التدخل هذا المصري وبعد إعلان رسمي لمحكمة العدل الدولية يعني أن مصر ستكون دولة متدخلة طرف مع جنوب أفريقيا، وتدعي على الدولة المدعية جنوب إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية، مدعى عليها ومن شأن الإبادة الجماعية أمام المحكمة في الهاي، ومن شأن ذلك التدخل أن يوفر لعدالة المحكمة فضلا للدولة المدعية جنوب أفريقيا الحجج والأسانيد القانونية التي تؤكد بأن إسرائيل بترتكب جريمة الإبادة الجماعية اعتبارا من الثامن من أكتوبر، أي اليوم الثالث للنزاع المسلح الأخير بين حماس في غزة وإسرائيل من جانب آخر. التدخل رخصة وحق لمصر. لماذا؟ لأن مصر وجنوب أفريقيا دولتان أعضاء عضوان في اتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ومصر عليها واجب دولي كما هو الواجب الدولي على جنوب أفريقيا بملاحقة جريمة الإبادة الجماعية في أي دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، وعددها 153 دولة. لذلك من المتصور أن هناك إجراء رسمي، إجراء قانوني قضائي صدر من مسجل المحكمة العدل الدولية في الهاي إلى البعثة المصرية في المملكة الهولندية يخطر مصر وكافة الدول أعضاء الاتفاقية بأن مصر يمكنها التدخل القضائي في الدعوة الماثلة في لاهاي. دكتور أيمن، اسمح لي، بما أننا نتحدث في الإطار القانوني وللتوضيح أكثر للمشاهد غير المتخصص في القانون وتحديدا ونحن نتحدث عن قانون دولي، ما الفرق بين التدخل المصري في بادئ الأمر في فبراير واليوم من الناحية القانونية؟ طبعا مصر لم تتدخل على وجه الإطلاق. مصر كان لها مرافعة في فبراير الماضي. في فبراير الماضي لم تكن محكمة العدل الدولية بخصوص دعوة الإبادة الجماعية، ولكن بخصوص الرأي الاستشاري لذات المحكمة. وأشكرك، سؤال مهم جدا، الرأي الاستشاري للعدل الدولية بخصوص التداعيات على المدنيين العزل في فلسطين من جراء الاحتلال العسكري. ولم تكن مصر وحسب، ولكن ربما أكثر من 140 دولة صحيح ترفعوا أمام المحكمة وقدموا أدلة وقرائن دولي قانونية بموجب القانون الدولي بأن إسرائيل بتنتهك تحديدا اتفاقية الأمم المتحدة الرابعة لحماية المدنيين أثناء الاحتلال. لذلك احنا بنفرق بين رأي استشاري للعدل الدولية ما تزال المحكمة لم تصدره بعد، وسيكون الرأي الاستشاري في قضية مماثلة رفعتها أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004، وأصدرت المحكمة الرأي الاستشاري بخصوص الجدار العازل العنصري الإسرائيلي في عام 2004. ومصر أيضا كان لها دور وثقل قانوني مهم من خلال الآراء القانونية التي تقدمت بها جمهورية مصر العربية، وكان لمصر الشرف أيضا بأن يكون في حينه السفير نبيل العربي قاضيا مصريا من ضمن 15 قاضي دولي، حينئذ
في لاهاي في محكمة العدل الدولية. نعم الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المعلومات وعلى هذا التوضيح.